أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة والمستمرة لرصد كل مجريات هذه الحرب، ونبدأ من الجبهة الشمالية حيث دوت صفرات الإنذار عدة مرات اليوم في الجليلين الأعلى والغربي. وأعلن حزب الله عن استهداف 7 مواقع إسرائيلية بينها مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شموني بصواريخ بركان، محدثا أضرارا كبيرة بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة من نوع هيرمس 900. بدوره هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع عدة يقول إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. أتحول إلى مراسلنا بليغ صلاحين المتواجد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. بليغ، هل من جديد في الساعات الأخيرة؟ نعم سيل، يعني قبل دقائق ولليوم الثاني على التوالي صفرات الإنذار تنطلق في منطقة عكا، في عكا وبستان الجليل المحاذي لها. في هذه الدقائق الحديث يدور عن رشقة صاروخية تجاه هذه البلدة التي تعتبر يعني مهمة جدا طبعا للجانب الإسرائيلي وبعيدة جدا عن الحدود، ما يعني أن حزب الله بطبيعة الحال يتحدى الخط الأحمر قاب قوسين الإسرائيلي الذي دائما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي القيادة الإسرائيلية. الحديث يدور عن رشقة صاروخية على ما يبدو 5 إلى 10 صواريخ. هناك شظايا من الصواريخ التي سقطت في إحدى الشوارع في منطقة عكا. لا معلومات عن سقوط صواريخ ونجاحها طبعا باختراق القبة الحديدية. نذكر أنه في يوم أمس كان هناك أيضا مسيرة التي حاولت اختراق الأجواء الإسرائيلية من منطقة عكا، وقامت الدفاعات الجوية الإسرائيلية باعتراضها. هذا يأتي يعني بالإضافة إلى صافرات الإنذار التي انطلقت في أدميت وحنيتا قبل نحو ساعة من الآن. كان هناك سقوط في منطقة مفتوحة لأحد الصواريخ، ولكن لا حديث عن أضرار جراء هذا الاستهداف الذي يقول حزب الله أنه يأتي ردا على مقتل سيدة واحدة على الأقل في إزدخين وبعض الجرحى في تلك المنطقة جراء الضربة الإسرائيلية هناك. الآن الجيش الإسرائيلي وقبل دقائق كذلك يقول أنه استهدف 40 أو قام بأربعين 40 ضربة على مواقع تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. يقول أنه استهدف 10 خلايا تابعة لحزب الله على الأقل، واستطاع أن يقتل على الأقل 4 أشخاص مسلحين تابعين لحزب الله. إذا نرى أن هناك تصعيد واضح هنا على هذه الجبهة في 48 ساعة الأخيرة حتى. فعلا أشكرك حتى اللحظة على نقل صورتي لنا بليغ صلاحين، حدثني من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. إلى سياق آخر مشاهدينا، وجه زعماء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي يوم أمس دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، ولم يحدد بعد موعدا للخطاب. يذكر أننا هذه المرة الأولى التي يتلقى بها نتنياهو دعوة لإلقاء كلمة في الكونغرس منذ توليه منصبه كرئيس الوزراء عام 2022. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكين أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين. تناقلت وسائل إعلام عربية تفاصيل خارطة الطريق التي تتضمن 3 مراحل للصفقة بين حماس وإسرائيل. وبحسب التقارير في المرحلة الأولى ستطلق حماس سراح 33 مختطفا مقابل كل واحد منهم يطلق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، وسيتم تعليق طيران سلاح الجو الإسرائيلي فوق غزة لمدة 10 ساعات يوميا، بالإضافة إلى انسحاب الجيش شرقا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان. وتتسم خريطة الطريق وفق التقارير بالمرونة من حيث عدد المفرج عنهم في المرحلة الأولى. وورد أيضا أن المرحلة الثالثة تشمل إعادة تأهيل غزة خلال 3 إلى 5 سنوات. في السياق، تباينت ردود الفعل بعد خطاب بايدن الذي كشف فيه عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. في التقرير التالي نستعرض أهم ردود الفعل هذه.
على حماس أن تقبل الصفقة. ضغط أمريكي يقوده الرئيس بايدن على حركة حماس في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لدفع مخطط وقف الحرب في غزة مع دول الجوار كالسعودية والأردن وتركيا، مساعي قادها اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي تحدث إلى نظرائه في هذه الدول. حركة حماس قالت إنها تنظر بشكل إيجابي إلى مقترح الرئيس بايدن مع الإبقاء على الشروط الأساسية وهي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى مشترطة إعلان إسرائيل التزامها الصريح بذلك. في المقابل رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما وصفه بايدن بالمقترح الإسرائيلي بأن حكومته متشبثة بفكرة القضاء على حماس قبل أي إمكانية لوقف دائم لإطلاق النار، إعلان ينذر بعرقلة ما أفصح عنه الرئيس الأمريكي الذي يرى بنتنياهو مصدر العراقيل، إلا أن هناك في إسرائيل من اعتبر أن تصريح بايدن جاء لتهدئة العاصفة المتوقعة لشركائه من اليمين المتطرف قبل أن يصحوا من عطلة السبت. رغم القلق في الغرب من إحباط الحكومة الإسرائيلية للمقترح الأمريكي، رحب العالم بالخطاب الرئاسي الأمريكي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن دعمه للمقترح، كما رحب به مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي شدد على أن الحرب يجب أن تنتهي الآن. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حث حركة حماس على قبول اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس بايدن. إنها أخبار مرحب بها للغاية، وآمل أن تغتنم حماس هذه الفرصة لإبرام الصفقة المطروحة على الطاولة والتي ستضمن إمكانية إطلاق سراح الرهائن وعودتهم إلى عائلاتهم، وأن نتمكن من إغلاق غزة بمساعدات أكبر بكثير مما تم إدخاله إليها. تجربة فترة التوقف في القتال ومن ثم استخدامها لبناء سلام مستدام ودائم هو ما نريد جميعا أن نراه. لذلك مرة أخرى آمل أن تغتنم حماس الفرصة المطروحة على الطاولة لتحقيق السلام وإنهاء الصراع. أمال كثيرة على قرب حدوث انفراج في الصراع، لكن ضابط احتياط في الاستخبارات الإسرائيلية حذر في حديث لآي 24 نيوز أن الشيطان موجود في التفاصيل وأن هذه التفاصيل كفيلة بإسقاط هذا المقترح، كما أسقطت وأفشلت المقترحات والمبادرات السابقة. قال أهالي المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة في تظاهرة أمام وزارة الأمن في تل أبيب إنه بعد فترة طويلة من اليأس يقدم خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أملا حقيقيا، فيما هناك تخوفات من أن ينسف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصفقة المقترحة كما ألمح بايدن بنفسه. وطالبت العائلات نتنياهو بإزالة جميع التحفظات والخروج إلى الجمهور والوقوف علنا وراء الاقتراح الإسرائيلي الذي قدمه بايدن. أتحول إلى مراسلنا وسام كبهة من تل أبيب ليطلعنا على صورة المشهد. كما شاهدنا قبل قليل في هذه الصور المباشرة وسام، هناك تظاهرات كبيرة لا سيما بعد خطاب بايدن، ما هي صورة المشهد؟ بالفعل أسيل، في منتدى عائلات المختطفين والمعارضة الإسرائيلية وحراك كابلن يصفون هذه التظاهرة التي تجري كل يوم سبت منذ بداية هذه الحرب حتى هذه اللحظة بكثرة والعديد من الناس، ولكن هذه التظاهرة تحديدا هي تظاهرة ووقفة احتجاجية مهمة التي تأتي في أعقاب خطاب الرئيس جو بايدن الأمريكي والمقترح الأمريكي والإسرائيلي الذي تحدث عنه جو بايدن وأطلقه إلى العالم. ولكن اليوم نشاهد وألمس من خلال تغطياتي الكثيرة يعني أسيل، عندما كان كل سبت يأتون إلى هنا إلى شارع كابلان، هذا الشارع الذي احتضن التظاهرات التي كانت يعني ضد الإصلاحات القضائية وضد الحكومة قبل بدء الحرب، كانت دائما هناك حالة من الغضب واحتجاجات تدل على غضب وحزن. اليوم أشاهد وألتمس من خلال ما أشاهده هنا احتجاجة مبنية على أمل
وأن بالفعل يعني عائلات المختطفين وتقريبا يعني آلاف الذين يأتون إلى هنا للاحتجاج يشعرون ببعض الأمل أنه ربما بالفعل سيتحقق الحلم وستكون هناك صفقة بعكس الأسابيع والأشهر الأخيرة التي كانت دائما تدل على صفقة أو لا. أريد أن تشاهدي المشهد برأيك، ولكن قبل كل ذلك تشاهدي هنا هذه اللافتة التي ألصقت على الإسفلت أمام مبنى وزارة الأمن، صورة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مكتوب عليها باللغة العبرية محريف إسرائيل، أي مدمر إسرائيل. هذه هي الصورة التي يريد أن ينقلها المحتجون هنا في مدينة تل أبيب في شارع كابلن أمام مبنى وزارة الأمن، صور المختطفين الإسرائيليين المتواجدون في قطاع غزة. يعني قبل قليل خرج منتدى عائلات المختطفين في رسالة مهمة وقالوا أنهم سيذهبون الآن إلى كل شخص في الكنيسة الإسرائيلي بالبرلمان الإسرائيلي، إلى كل أعضاء البرلمان، إلى أعضاء الحكومة ومجلس الحرب، سيضغطون عليهم ويطالبون لهم أن إسرائيل يجب أن يعني تجلس على طاولة المفاوضات وأن تبرم صفقة لإعادة المختطفين أحياء. يقولون أمامنا فرصة ذهبية، الأموات يعودون ويدفنوا هنا، والمصابون يعودون ويعالجون هنا في إسرائيل، والأحياء يعودوا ويعيشون هنا معنا مع عائلاتهم وذويهم. وبالفعل أسيل التقديرات تشير أنه سيكون هناك العديد من الأشخاص الذين سيأتون إلى هنا، نتحدث عن ما يقارب حتى هذه اللحظة 30,000 الذين جاءوا إلى هنا بالتحديد أمام مبنى وزارة الأمن في ظل التقديرات الإسرائيلية التي تشير والأنباء التي تقول أن هناك مصدر سياسي تحدث إلى القناة 13 الإسرائيلية وقال لها أنه ربما إسرائيل وافقت على مقترح الذي تحدث عنه خطاب بايدن، ويقولون أن يعني الكرة الآن بملعب الفصائل الفلسطينية. ولكن بالفعل نشاهد أسيل الشعب الإسرائيلي يعني غضب وسائمة هذه الحرب التي أثرت على المرافق الاقتصادية والمرافق الحياتية، ويعني أيضا الضغط العالمي والرأي العالمي ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، وحتى تخوفات الإسرائيليين بالسفر إلى أوروبا والتعرض لداعمين القضية الفلسطينية الذين قد يتعرضون لهم بأذى. لكن اليوم بالفعل هناك بصيص أمل لهؤلاء أنه ربما الحديث الذي كان في الآونة الأخيرة عن اقتراب صفقة قد يقترب اليوم. يضعون طبعا شعارات عديدة يطالبون بالجميع بأن يأتوا، ويطالبون بصرخة واحدة: إسقاط الحكومة، إنهاء الحرب في قطاع غزة، وقبل كل شيء أن تكون هناك صفقة لإعادة المختطفين. يقولون التقديرات الإسرائيلية تشير أن ربما هناك ما بقي يعني على قيد الحياة 70 مختطف إسرائيلي متواجدون في قطاع غزة، بظل الأنباء التي تتحدث عن أن الغالبية العظمى لهم قد قتلوا أو فقدوا أرواحهم هناك. لكن بالفعل أسيل هي صورة مشهد مهمة، هذه التظاهرة كما أخطرني يعني من أعضاء من عائلات المختطفين وتحديدا من المنتدى قالوا أن هذه تعتبر أهم وقفة احتجاجية، لأنها ستأتي للضغط أكثر فأكثر على الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد إحراج رئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا المقترح الذي كان من المفترض أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يخرج إلى العلن ويقول عن المقترح الذي قدمه لحركة حماس، ولكن سبقه الرئيس الأمريكي جو بايدن وخرج به ليحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويقولون الكرة الآن بملعب نتنياهو، الضغط يجب أن يأتي من الشارع، وسيهددون بمواصلة الاحتجاجات أكثر فأكثر، تصعيد إغلاق شوارع مهمة ورئيسة في مدينة أبيب، أيضا ليجعلوا الحكومة أن يعني تجلس على طاولة المفاوضات وأن يكون هناك يعني صفقة. لذلك أريد أن أختم معك بثي في هذه اللحظات وأقول لك أنا بالفعل على عكس تظاهرات كثيرة الأمل هو سيد الموقف على وجوه جميع المتظاهرين، وهذا ما لمسته خلال تغطيتي الأخيرة هنا. وصلت الصورة، أشكرك وسام كبهة على نقل صورتي لنا. فعلا كما نشاهد في هذه الصور مشاهدينا أعداد كبيرة، عشرات الآلاف لربما في مدينة تل أبيب، كما نشاهد كل يوم سبت مساء في تظاهرات تطالب بإعادة المختطفين. ولكن الآن هناك أمل كما أشار مراسلنا، لربما بعد خطاب بايدن الذي كشف فيه عن مقترح إسرائيلي لإعادة المختطفين وأيضا وقف الحرب في قطاع غزة. حول هذا أتحول إلى ألون أفياتار منسق الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية سابقا، مرحبا بك معنا سيد ألون. كيف تقرأ هذه الصور التي ننقلها من تل أبيب في ظل هذا الحديث عن إحراج بايدن لنتنياهو؟ هل ستخرج هذه الصفقة إلى حيز التنفيذ بحسب رأيك؟ مساء الخير للجميع. أنا مش متأكد أنه هذه الاقتراح
ولازم نسميه اقتراح بايدن، هذا مش اقتراح نتنياهو. أنا مش متأكد إنه نتنياهو يوافق ويقول نعم لهذا الاقتراح. في كمان من ناحية نتنياهو أكيد في كمان إشكاليات أو عراكيل أو مشاكل داخل الاقتراح. أكيد نحن شايفين إنه هذا الاقتراح هو تقدم من الاقتراح السابق، بس لحد هلا ما سمعنا كمان موقف حماس بالنسبة لهذا الاقتراح. سمعنا خطاب بايدن، سمعنا موقف بايدن، هذا الاقتراح مقبول أذني على جزء من القياديين في مجلس الحرب، لسه ما سمعنا موقف بني غانتس أو غارلاند أو أيزنكوت، بس نهائيا لسه ما في كمان موقف تبع حماس بشكل مكشوف. أذني نتنياهو يفضل يستنى عشان يسمع موقف حماس ويقبل موقف حماس، يشوف طريق الوساطة شو الشروط أو شو الموقف تبع حماس بالنسبة لهذا الاقتراح، وبعدين راح يصرح موقفه إذا يعلن أي شيء. أنا مش متأكد كمان إنه نتنياهو يعلن طريق وسائل الإعلام الموقف الحقيقي. ولكن ألون أنت قلت أن هذا المقترح هو مقترح بايدن، ولكن بايدن وصفه بأنه مقترح إسرائيلي، إذن كيف يمكن لإسرائيل أن ترفضه؟ هذا شيء بسيط. أذيني من ناحية الرئيس بايدن في محاولة لاندماج نتنياهو أو تكييم التزامات من ناحية نتنياهو لهذا الاقتراح. أنا مش متأكد 100% حسب تحليلي إنه نتنياهو ما له علاقة مباشرة لهذا الاقتراح. التصريح تبع والإعلان تبع بايدن إنه الرئيس بايدن إنه هذا الاقتراح أجى من الجانب الإسرائيلي من نتنياهو نفسه، أنا مش متأكد إنه هذه الحقيقة بالفعل. أنا أكيد متأكد إنه نتنياهو حصل الاقتراح وعطوا له نسخة من الاقتراح وإلى آخرين، شاف كمان رأى الورق قبل الإعلان، بس أنا مش متأكد إنه نتنياهو كان له دور مهم بهذا الاقتراح سلفا. الكيت لازم نقول بصراحة كمان إنه من ناحية الرئيس بايدن في بعد أعلن على هذا الاقتراح في التزام أو التزامات من ناحية نتنياهو لتعبير موقفه بالنسبة لهذا الاقتراح، بس أذني نتنياهو مش مستعجل لأي محل، بيستنى لنشر موقف حماس بالنسبة لهذا الموضوع. وصلت الصورة. ابقى معي أستاذ ألون. أعرب غزيون عن أملهم في أن يخرج مقترح الصفقة إلى حيز التنفيذ، آملين بالعودة إلى بيوتهم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. هذا المقترح جاء متأخر، ومع ذلك أن يأتي متأخرا خيرا بكثير من أن لا يأتي بتاتا، فلذلك نأمل من الله عز وجل ونأمل من الإدارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي بشكل عام الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إحياء أطفال غزة ونساء غزة، لأن أكثر القتلى وأكثر الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء. أي مقترح يؤدي إلى عودتنا إلى بيوتنا وإعادة إعمارها وإعادة بنفس الوقت إطلاق سراح إخواننا المعتقلين، هذه إحنا معاه، كلنا كشعب كلنا معاه، أنا كمواطن مع هذا المقترح. أما ميدانيا اليوم 39 بعد 200 من الحرب، يتواصل الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، لا سيما في حي تل السلطان غربي المدينة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال النصيرات وحي الزيتون في مدينة غزة وسط القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه قضى على مسؤولين بارزين في حركة حماس في الأيام الأخيرة في النصيرات، منهم منصور عادل منصور ووليد عبد أبو دلال وطارق درويش. طبعا تم استهداف عدد من المواطنين في منطقة تل السلطان، توجهت طواقم الدفاع المدني بما فيها الإسعاف والطوارئ
توجهنا لمكان الحدث في تل السلطان وتم نقل عدد من الإصابات من منطقة الجامعة ومنطقة الإسكان الأحمر. الإصابات متنوعة، منها إصابات طلقات نارية من الطائرات طائرات الكواد كابتر، ومنها بسبب شظايا القذائف. تم نقل هذه الإصابات إلى المشفى الأمريكي في غربرة. بدورها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليها قنصوا جنديين وأصابهما إصابة مباشرة في محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة، فيما لم يؤكد الجيش الإسرائيلي الأنباء حتى اللحظة. وأضافت القسام أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد رعدية في قوة هندسية مكونة من 6 جنود شرق مدينة رفح. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 36,379 ضحية، فيما تجاوز عدد المصابين 82,400 مصاب منذ 7 أكتوبر. قضى فتى غزي يبلغ من العمر 13 عاما في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة نتيجة الجوع وسوء التغذية. وأكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 37 ضحية في قطاع غزة، مؤكدة أن العدد يعكس ما يصل للمستشفيات فقط وأن الحصيلة الفعلية أكبر من ذلك. في السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن مناطق شمال القطاع تقترب من مجاعة حقيقية، وشدد المكتب على أن أي اتفاق لا يتضمن فتح كافة معابر القطاع منقوص ويفاقم مأساة السكان، موضحا أنه يجب إدخال 1,000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل. أكد مصدر مصري أن مباحثات ثلاثية ستنعقد في القاهرة غدا الأحد تضم وفدا أمريكيا وإسرائيليا لمناقشة تشغيل معبر رفح. وأكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وأكد المصدر على الجهود المصرية المكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. أرحب بضياء حسن من قطاع غزة، الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني. مرحبا بك معنا ضياء، لتطلعنا بداية على صورة الوضع ميدانيا في قطاع غزة في الساعات الأخيرة. نعم، يعني من آخر الأوضاع هو انتشال العديد من الشهداء الجدد، يعني عثر عليهم جديدا، أقصد حديثا، من منطقة مخيم جبالي وبيت لاهي، وبذلك نتحدث عن أكثر من 120 جثة انتشلوا خلال 2 أو 3 أيام بعد الانسحاب الإسرائيلي من مخيم جبالية. أيضا على مستوى الغارات، كان هناك غارة في مخيم النصيرات لم يرشح عنها أي إصابات أو شهداء في منطقة أرض المفتي. أيضا في منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة كان هناك غارة إسرائيلية أدت لاستشهاد 6 مواطنين عفوا، نتيجة يعني قصف طال مجموعة من المواطنين داخل ساحة مدرسة أو نازحين مدرسة علي بن أبي طالب في منطقة شارع 8. في المنطقة قريبة من هذه المنطقة كانت القوات الإسرائيلية تتوغل في محيط الكلية الجامعية وتقوم بتفجير مباني سكنية ومنطقة ومربعات سكنية في تلك المنطقة. لكن ربما باعتقادي النقطة الأهم وهي ما تتعلق بالميدان والسياسة في نفس الوقت هو ما أعلنته كتاب القسام من صور لجندي إسرائيلي كانت قد أعلنت أنه اختطفته من داخل أحد الأنفاق بعد دخوله إليها في مخيم جبالي وتفجير عبوات ناسفة في تلك القوة. ويعني طالبت الإسرائيليين بالتعرف على هذا الجندي وقالت هل هو من المرتزقة أم أن هناك عنصرية إسرائيلية. لكن من ملامح هذا الجندي يبدو وكأنه يعني عربي بدوي، يبدو أن هذه هي الملامح القريبة لهذا المجند الذي قتل في الكمين الشهير منذ أيام في مخيم جبالية، والذي قالت كتاب القسام حين أو نشرت صور لسحب جثته وتأكد يعني أكدت أنه قتل وأسر مقتولا وليس يعني حيا. ولذلك يعني هذا تطور مهم باعتقادي، هذا موجه للمجتمع الإسرائيلي بشكل أكبر للضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية وعلى مجلس الحرب بعد يعني ساعات من خطاب بايدن أو الرئيس الأمريكي جو بايدن. من الواضح أن حماس يعني تقود حربا نفسية جيدة، ولكن هذه الحرب أيضا يعني بكل شيء لها مصداقية، أي بمعنى أنها موثقة، لها مآلاتها، لها ظروفها، لها أوضاعها التي قد تحتم على فريق التفاوض الإسرائيلي الدخول في مفاوضات جادة من أجل إطلاق سراح جثث والأسرى الإسرائيليين الموجودين هنا في قطاع غزة.
وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر ضياء حسن الصحفي المختص بشأن الفلسطيني من قطاع غزة على هذه المعلومات. إلى الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا على الأقل خلال 24 ساعة، وتوزعت الاعتقالات على محافظات جنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل والقدس، وبذلك تصل حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 8975 اعتقالا. في السياق، أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس إلى جانب مداهمة مدينة جنين ومخيمها. أتحول إلى مراسلنا فراس حسن من رام الله ليطلعنا على كافة التطورات الميدانية في الضفة الغربية في الساعات الأخيرة. فراس، إليك. نعم، يعني أسير بكل صراحة، أصبحت الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية عصية على التحليل. اليوم بدأ باقتحامات وعمليات عسكرية وإصابات واعتقالات، ثم تسلل الهدوء الحذر إلى معظم أنحاء الضفة الغربية، ثم عاد ما تعاود الأوضاع الميدانية إلى التصعيد. ساعات من الهدوء خلال ساعات الصباح والظهيرة، ثم اشتعلت الأوضاع من جديد، فبعد نحو ساعة من إطلاق مسلحين فلسطينيين الرصاص تجاه مستوطنة ميراف قرب قرية جلبون شرق مدينة جنين، وحالة الاستنفار الأمني التي يعني بدأتها القوات الإسرائيلية في محيط المستوطنة ومناطق القريبة منها بحثا عن المنفذين، اندلع أيضا اشتباك مسلح آخر بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية المتمركزة على حاجز سالم غرب مدينة جنين، وما زالت القوات الإسرائيلية حتى اللحظة تمشط المنطقة بحثا عن المنفذين. أيضا اندلعت مواجهات في قرية سيلة الظاهر جنوب جنين، ألقى خلالها فلسطينيون قنابل يدوية تصنع اتجاه الآليات العسكرية، وفي منطقة الأهوار تحديدا مدينة أريحة اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين بعد أن أصابتهما برصاصها خلال كمين في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحة. هذه التطورات كانت امتدادا لتصعيد ميداني كانت ساحته مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس ومنطقة جنين ومخيمها، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة بعشرات الآليات العسكرية، مستخدمة أيضا طائرة استطلاع قصفت هدفا في المخيم. نعم، دون فرص أن تتحدث المصادر الأمنية الإسرائيلية عن طبيعته. فراس حسن مراسلنا من رام الله، أشكرك على هذه المعلومات. وقبل الختام أشكر أيضا السيد ألون أفياتار منسق الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية سابقا، شكرا لك أيضا سيد ألون. وأشكركم أنتم أيضا المشاهدين على طيب المتابعة، لا تنسوا أن تتابعونا مجددا على رأس الساعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.